الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع رياض قصص الأنبياء، ونبينا اليوم ونبي الله يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، أي أنه من سلالة الأنبياء ومن شجرة الأنبياء المباركة، وهو المسمى بإسرائيل. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإليه ينتسب يعني بني إسرائيل. وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، حيث قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ونشأ وكبر مع والده إسحاق في فلسطين أرض الكنعانيين، وتميز بالصبر الكبير، وخاصة عند فقدانه لفلذة كبده يوسف عليه السلام. وجميعنا نعرف قصة يوسف عندما رماه الإخوة في البئر، وعندما باعوه، وعندما يعني كبر في بيت العزيز سنوات يعني بلياليها وبأيامها يفقد ابنه ويبكي ليل نهار حتى فقد بصره. ولذلك عرف كذلك بحسن خلقه وتربية أبنائه على الخلق الرفيع. أول هذا الخلق هو حسن التوكل على الله تعالى. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ثانيها الإقبال والاعتماد على الله سبحانه. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي عندما فقد ابنه يوسف عليه السلام. كذلك حسن الظن بالله تعالى. قال سبحانه: ولا تيأس من روح الله. وهذه الآية جاءت في سياق إرساله لأبنائه أن يتفقدوا يوسف، فقال لهم: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتوفي عليه السلام بعدما جاوز 100 عام، بعدما جمع الله تعالى بينه وبين ابنه يوسف عليه السلام. فبعدما شاف سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو الابن ديالو فلذة الكبد ديالو، عاش تقريبا 17 سنة، وأوصى بأن يدفن عند والده إسحاق وكذلك نبي الله إبراهيم. أحبتي الكرام، نسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة خير النبيين والمرسلين، وأن يجمعني بكم في جنته ودار مقامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.